النشرة الاقتصادية، حياكم الله. أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي الانتهاء من معظم البنية التحتية في مدينة القوير الصناعية بمساحة إجمالية بلغت 1800 درهم. كما أكد الصفدي للتلفزيون الأردني اكتمال أعمال تعبيد الشوارع الداخلية والجدران بشكل كامل للمدينة، إضافة إلى محطات الكهرباء والمياه. كما أشار الصفدي إلى أن إعطاء تزويد منطقة القويرة بالغاز الطبيعي في مراحله الأخيرة حسب الجدول المعد لذلك، والذي ينتهي مع نهاية هذا العام. هنا معظم أعمال البنية التحتية في منطقة القويرة الصناعية بمساحة الإجمالية للمنطقة 1800 دنم، أنهينا الشوارع الداخلية، الجدران، أيضا الكهرباء، المياه، والآن عطاء تزويد منطقة القويرة بالغاز الطبيعي في مراحله إن شاء الله حسب الجدول المعد لذلك، ونأمل مع نهاية هذا العام أن نكون أنجزنا إنشاء محطة تخفيض الضغط ليتم تزويد مدينة القويرة الصناعية بالغاز الطبيعي، ولذلك ليساهم ويساعد على استقطاب العديد من المستثمرين الصناعيين لوجود منطقة نموذجية صناعية، وأيضا لوجود الغاز وكافة المرافق على أعلى المستوى. رعى مدير التربية والتعليم في محافظة مادبا نهار الإقضاء الملتقى التربوي الثاني للتعليم المهني الذي يزود الطلبة بمهارات التكنولوجيا والعمارة والهندسة المدنية وخدمات المباني من أجل بناء الاقتصاد الوطني ودعمه بمخرجات تعليمية مدربة ومؤهلة قادرة على تلبية سوق العمل المستقبلي، وذلك على مسرح مدرسة مادبا الأساسية المختلطة. أولت وزارة التربية والتعليم اهتماماً ودعماً بالتعليم المهني من أجل تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي ومن أجل بناء الاقتصاد الوطني ودعمه بمخرجات تعليمية مدربة ومؤهلة قادرة على تلبية سوق العمل المستقبلي. هذا المشروع بدأ في وزارة التربية والتعليم العام الماضي، ويختلف عن التعليم المهني القديم أنه هذا المسار أصبح على 3 سنوات، ويستطيع الطالب في نهاية هذا البرنامج أن يحصل على شهادة تسمى شهادة مزاولة المهنة، كما يحصل على شهادة الثانوية ويستطيع أن يكمل دراسته الجامعية. فهناك اهتمام كبير من أولا جلالة الملك ومن سمو ولي العهد، وبمتابعة مستمرة من معالي وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظ. يتيح البرنامج المهني للطلبة الخروج من طرق التعليم التقليدية إلى طرق تعليمية وتدريبية مبتكرة تشجع على الإبداع والابتكار والتقليل من نسب البطالة. قمنا بعدة حملات توعية مهنية لطلبة الصف التاسع وأولياء أمورهم في السابق، وارتأينا ضمن استكمالا لخطة التوجيه المهني تبعتنا أن نعمل الملتقى التربوي، هذا الملتقى التربوي الثاني خلال هذا العام، حتى نوضح لأولياء الأمور مميزات البرنامج وأهميته. هل المسار المهني يتواجد فيه العديد من التخصصات؟ تكنولوجيا المعلومات، الأعمال، السياحة والسفر، الهندسة، البناء والإنشاءات. قمنا بتعريف أولياء الأمور في تفاصيل عن هذه التخصصات بحيث يكون لدى أولياء الأمور المعلومات الكاملة عن هذه التخصصات والالتحاق بهذا البرنامج. يرتكز البرنامج المهني على التعليم القائم على المهارات والكفايات التي يحتاجها سوق العمل لمهن المستقبل، ويتيح للطلبة الخروج من طرق التعليم التقليدية إلى طرق تعليمية وتدريبية مبتكرة تشجع على الإبداع والابتكار. من محافظة مادبة، أحمد القريوتي، التلفزيون الأردني. بهدف استقطاب السياحة المحلية والخارجية، قام وفد من الأدلاء السياحيين الأردنيين بزيارة إلى مدينة أم الجمال الأثرية بعد أن تم إدراجها إلى لائحة التراث العالمي. لجذب الحركة السياحية إلى مدينة أم الجمال الأثرية بعد أن تم إدراج هذا الموقع إلى لائحة التراث العالمي، التقى رئيس بلدية أم الجمال بوفد واسع من الأدلاء السياحيين في المملكة، تم خلاله بيان أهمية هذا الموقع السياحي التاريخي والذي يضم أيضا مدينة متكاملة وذات قيمة أثرية. أكيد رح يكون في عندنا أعداد بالسياح، أعداد هائلة. هذه الأعداد لابد من أنه جمعية الأدلاء تتجه بهذا الاتجاه، وشكرا لوزارة السياحة على الجهود اللي تبذلها، وهذا التشبيك ما بين المؤسسات المعنية بالترويج أم الجمال وترويج مواقعنا السياحية بالمملكة، كان الوجودهم له أثر
كبير جدا. أعطيناهم فيدباك عن أم الجمال، أكيد هم بحاجة لرفع المعلومة الموجودة لدى الدليل السياحي بالقيمة الأثرية لأم الجمال. وخلال الجولة السياحية للوفد إلى المدينة الأثرية في أم الجمال، تم الاطلاع على أبرز المعالم السياحية والأثرية بالإضافة إلى الاكتشافات التاريخية والتي تعود لعصور قديمة، مؤكدين في الوقت ذاته بديمومة الترويج وتسويق هذا الموقع العالمي لجذب المزيد من السواح محليا وخارجيا للموقع الأثري. إنها بشارة الفرح أن تكون لدينا هذه المدينة هنا في شمال المملكة، ولها انعكاسات إيجابية على اقتصاديات الوطن من حيث البطالة ومن حيث التشغيل ومن حيث أفاق السياحة والمشاريع المستقبلية. فلهذه الانطلاقة هنا في أم جمال لها ويحسب لها حساب كبير في المستقبل. والله إحنا كأدلة سياحيين إحنا اللي موجودين مع السياح من أول ما ينزل من الطيارة لحديد ما يروح من الطيارة، فإحنا في ناس طبعا ما بيعرفوا هذا الحكي، إحنا راح إن شاء الله نوصل هاي الرسالة لإلهم، ومن خلال كمان وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك واللي بتابعونا كسياح من خارج الأردن إن شاء الله. وتستمر هذه الجهود من قبل الأدلاء السياحيين في المملكة لغايات ترويج هذا الموقع، وخصوصا بعد أن تم إدراج مدينة أم الجمال السياحية إلى لائحة التراث العالمي. يوسف المشاقبة، التلفزيون الأردني، من موقع أم الجمال السياحي. وإلى عالم المال والأعمال، ومن بورصة عمان، حيث بلغ حجم التداول الإجمالي 5,200,000 دينار، أما عدد الأسهم المتداولة فقرب على 3,900,000 سهم نفذت من خلال 2,614 عقدا. وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 2,414 نقطة، بارتفاع نسبته 76%. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 91 شركة، أظهرت 44 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، فيما أظهرت 12 شركة انخفاضاً في أسعار أسهمها. وإلى المعدن الأصفر، حيث ارتفعت أسعار الذهب عالمياً لتصل إلى 2466 دولاراً للأونصة، وفيما يلي أسعار الذهب بالدينار الأردني كما هي متداولة بالسوق المحلي. ونبدأ بعيار 24، حيث وصل عن 57.60 دينار، أما عيار 21 فوصل عند 50 دينار، وأخيرا عيار 18 وصل عند 44.90 دينار. نهاية جولتنا الاقتصادية، شكرا لمتابعتكم، وعودة إلى نورة لمتابعة ما تبقى من أخبار.